سلطان الكلام اللي قاعد تقوله كبير، ما يجوز يا اخي، ما تفهم انت؟ يا حول الله يا اخوي، تراك غثيت وانت دج واحد في الاستراحة، وسوي لي فيها تنصح. وش عند الشيخ؟ انت ما شفت نفسك؟ انت شايف اللي فيك؟ انت شايف اللي تسويه؟ ما عليك من الناس، لهم ربي حاسبهم، خلك في نفسك، مالك دخل. بس الله يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. سلطان ايش فيك انت؟ من جدك انت مجنون انت؟ هذول عيال عمي وين يا اخي؟ يا اخوي تراك غثيتنا بعيال عمك ذولا، ما في لهم الناس واجد يا اخي. ايه اشهد بالله انه صادق، ما قال الا الصدق يا اخي. قايل لك من اول الاقارب عقارب، وانت ما تفهم يا اخي وش تبي فيهم؟ ما جاب الغثاء الا هم، وانت ما تسوي شيء الا معهم. بس تذكر ان الله يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أخوي انت سفيه، انت مبيض، اقسم بالله العلي العظيم من يوم شفتك ومن يوم تعرفت عليك، وهذه عماية، ما هي عماية رجال. يا أخوي متى تصير رجال؟ اتحداك ترد علي، اتحداك تواجه. اقسم بالله العلي العظيم انا غاسل يدي منك من زمان، داري انك ما انت رجل. الحين ورا ما ترد عليه، خايف منه يعني؟ هذا كبرك رجال، طول وعرض وساكت، ما لك لسان انت؟ استح يا اخي استح، اهانك وفشلك، قم رد عليه يلا، قم يرخمه. بس الله يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.